وصل عدد من العائلات النازحة إلى مخيمي الكرامة والأمل في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي هروبا من المعارك الدائرة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بين جيش خالد بن الوليد المتهم بمبايعة تنظيم الدولة الإسلامية وفصائل الجبهة الجنوبية التابعة للجيش الحر. وتعاني هذه المخيمات نقصا كبيرا في المساعدات الإنسانية ما ضاعف معاناة الأسر المقيمة والقادمة من جديد. منذ اندلاع المعارك في حوض اليرموك وحالة نزوح كبيرة إلى المنطقة، إلى منطقة القنيطرة، إلى المخيمات، ولكن الوضع مأساوي في المخيمات. يعني أنا كل يوم عم تجيني 4-5 عيلات للمخيم الكرامة، ما عم أقدر ألبي ولا عيلة. العيلات اللي عم نقدر نحطها مع العيلات الثانية المقيمة في المخيم عم نلبيها، أما غيره والله ما عم نقدر نلبيه. يعني عم صارت جايتني 20 عيلة والحمد لله حطينا العيلات كلهم مع بعض. جينا لهون عشان ما نموت. الدبدب احنا ذبح. المنظمات لا تكترث لهذا الوضع، نطلب منهم الدعم السريع لهذا للمهجرين من حوض اليرموك. هذا قدم لنا لو انه شيء، لا خبز لا حرام لا فرش لا شيء خالص. وما في عندنا فرشه ولا في عندنا حرام ولا في عندنا اي غرض نغطي الاولاد ولا حتى لقمه اكل ما فيش. يعني الوضع مأساوي لدرجه. واحنا بنستغيث في الله ثم بالمنظمات الانسانيه. بدأ مزارع بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي في زراعة البطاطا بعد انقطاع عدة سنوات بسبب الحرب والتهجير لأهالي المنطقة، وتقدم بعض المجالس المحلية التابعة لمؤسسات معارضة دعما للمزارعين في المواسم السنوية. الآن بدار مادة البطاطا وهي أوانها في الشهر الثاني من كل عام. يحتاج كل دونم من هذه البطاطا إلى ما يقارب 170 كيلو. وقف علينا الطن اليوم، حق طن البطاطا 1350 دولار، 1400 دولار. السنة موسم البطاطا في محافظة إدلب، يعني من المتوقع أن يكون المساحة المزروعة هي 2900 هكتار، طبعا تتركز في مناطق الريف في سراقب وإدلب وفي الريف الجنوبي تخان شيخون وأيضا سهل الغاب، هي المناطق الزراعية الأكثر اهتمام بالزراعة. كان في دور مؤسسة كسار بزار في هذا العام بالتوجه والاهتمام بزراعة البطاطا من خلال طبعا توزيع نوع جيد جدا، وكان شمل نسبة كبيرة من المزارعين بالتنسيق مع مؤسسة كسار بزار والمجالس المحلية. نظم مدرسون وطلاب وقفة في مخيم ببلدة قاح شمال مدينة إدلب احتجاجا على توقف الدعم عن مدارس المخيم، ما يهدد بحرمان نحو 600 من أصل 900 طالب من التعليم، منوها بأن نحو 300 منهم تسربوا لعدم توفر المقومات التعليمية. نحن منذ عام ونصف تقريبا المدارس تعمل مجانا والأجر من الله سبحانه وتعالى، نبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، لا منظمات تعترف. كانت هناك منظمات داعمة وبدأت تتضاءل وتسحب الدعم تدريجيا. المدارس تفتقر إلى المقومات، مقومات العملية التربوية. الطلقة تقتل إنسانا لكن الجهل يقتل أمة بأجمعها. لذلك نناشد المنظمات الإنسانية أصحاب الضمير الصديق، ونناشد الأخ أن يتولى أمرنا من بعد تولي أمر الله سبحانه وتعالى طبعا لنا.
كاد المعلم أن يكون رسولا. الإمام النووي رحمه الله نقول لهم أناشدكم بالله أن تنظروا إلينا بعين العطف لهذه لأبنائنا في النزوح في الداخل والخارج. نحن مستمرون في العملية التربوية حتى ولو لأنه ما حيث ولنا، لكن هناك أجيال، الجيل أصبح نصفه يوميا لا توجد مقومات حتى في الأسرة، الأب لا يستطيع شراء الاحتياجات للطالب، هناك احتياجات قرطاسية وهناك احتياجات لباس وهناك كماليات وهناك أمور نظافة. للمدارس أما افتتح المجلس المحلي في مدينة إنخل بدرعة مركزا ثقافيا حمل اسم أجيال بالاشتراك مع تجمع أجيال إنخل وجمعية المرأة السورية حواء، حيث يضم المركز 7000 كتاب. قمنا نحن تجمع أجيال إنخل وجمعية المرأة السورية حواء بافتتاح المركز الثقافي الأول في مدينة إنخل. طبعا الكتب كانت معرضة للضياع وكانت معرضة للإتلاف، ولكننا استطعنا بالجهد الكثير المضني الذي دام حوالي الشهرين باسترجاع هذه الكتب ممن وجدت عنده، و بدأنا بعزل هذه الكتب وتقسيمها إلى أقسامها، والحمد لله استطعنا أن ننجز هذا العمل. جمع ما يقارب 7000 كتاب ومجلد بكافة الاختصاصات، وبما أن هذا النظام الفاجر البائد الزائل لا محالة يحاربنا بجهل البعض من سفهاء القوم، فلا بد لنا أن نحاربه بالعلم أولا وبالبندقية ثانيا. دفع القصف المستمر لقوات النظام وميليشيا حزب الله اللبنانية على بلدة مضايا في ريف دمشق أهالي البلدة لإنشاء ملاجئ تحت الأرض تحميهم من الصواريخ ورصاص القناصة. وتعاني بلدة مضايا في ريف دمشق حصارا خانقا من قوات النظام ومقاتلي حزب الله اللبناني. منطقة مضايا تحاصرت من سنتين لهلأ، والنظام استخدم فيها جميع أساليب الأسلحة، يعني طيران، صواريخ، في قذائف هاون مدفعية و23ات، يعني ما خلى سلاح إلا ما جربوا بالمنطقة. والبيوت عنا يعني ما دل صفت شبه بيوت، وما في ولا بيت أمان، يعني أنه المنطقة تحاصرت بشي يعني شي 200 حاجز تقريبا، وين ما بتعود بيكشفك الحواجز. بقى اضطرنا نعمل هيك ملاجئ مشان الأولاد والنسوان حفرنا هالملجأ هون نضب فيه الأولاد من القصف والدمار، لأنه صاروا يستخدموا صواريخ فيه الأخ شي، يعني البيوت صار ينزل 3 طوابق 4 طوابق ما تفرق معهم. طلبنا من الجهات الدعم انه تساعدنا بحفر هالملاجئ هاي، ما حدا مدينا. عنا اجتمعنا نحن هون بالحارة، يعني شغلت 10 أشخاص وحفرنا هالملجئ هذا.
ارفعوا اسبوع الضغط، خلي صريخه الجوعيه توصل للدكتور محمد لتحت يجي لها. اجت هذا الظروف الاستثنائيه طبعا اضطرت اغلب الاهالي الى حفر بعض الحفر والملاجئ تحت الابنيه السكنيه. في نهاية هذه النافذة نشكركم على طيب المتابعة، وإن شاء الله نلقاكم غدا في نافذة جديدة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.